صلى الله وسلم وبارك عليك حبيبي يا سيدي يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفنا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يفتح المصحف على سورة آل عمران من الآية 154 إلى الآية 157 إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله تصحى من 158 إلى 165 إن شاء الله. خلاص هانت قربت تخلص إن شاء الله. عاوزين نشتغل سورة آل عمران 158 إلى 165. بسم الله الرحمن الرحيم ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. قدرنا خلاص عشان جايبه من اولي بس ده عشان الشاحن ولا على طول عايزه نشتغل سورة القمر كلها ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أيلقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر
فاصبر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء لفرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي رسول الله اللهم أكرمنا بكرامة الكرام إن شاء الله نصحهم من أول سورة النجم من 1-26 صح ربنا يجبر خاطركم أصلح لك وبال أهلبي أهلبي بيسلم عليك ده لا استلقل بيه دعول سلم بيسلم عليك فضيلة الشيخ استلقل أمام لا يسلمكم صورة وياكم لم أركم كلهم صحي الصفحة دي في سوالنا برضه اللهم صل وسلم وبارك على الأستاذ أحمد شوقي دعيله ربنا يا رب يجبر خاطرك ويصلح حالك ويكتر من أمثالك ويدخلوا البث وينشر الفيديوهات الجميلات قرآن كريم هو أولى بالنشر وأولى بالقراءة وأولى بالسماع وأولى بالخير كله قرآن كريم هتقرأه هيكرمك هتسمعه هيكرمك هتنشره هيكرمك لأنه اسمه قرآن كريم هو كتاب الله اللهم صل وسلم ربنا يسلمك من كل شر ويصلح لك وبالك يا رب العالمين صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم ان شاء الله نقرأ من سورة النجم من 1-26 بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى
لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. الحمد لله والشكر لله. قل بسرعة عشان الشبكة اللي تقطع ولا يفصل يعني حاجات كتير، لكن انا بقرا الحمد لله. انا كنت بشرح في الماده النهارده قلبك حاسس ولا لسه؟ لا بس في المدود من جوه يعني مش من اول الماده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. ولا مد منفصل؟ مد منفصل يعني حركتين على قد النفس، كان اربعه ممكن ساعات بيطلع كده في اربعه وحاجه يعني. الحمد لله والشكر لله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا مد المنفصل يجوز فيه الكسر ولا يعني التوسط. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. المد بقى المد اللازم والمد عرض السكون والمد كثير ربنا يصلح لك يا حبيبتي. أهل الكويت بيسلموا عليك يا حبيبتي أمام بيسلمكم يا رب يصلحنك بقى. بتعلم من فضيلة الشيخة، بتعلم منها، لكن لسه أول مرة أقرأ قرآن، بسمع الكلام الجميل، سبحان الله، يعني تبقى عينيا بتقول لي عاوز أقرأ، أقوم هنطلع بقى هنقرأ، قلت لها عينيا، حتى لو أقول سبحان الله، هيفصل الشبكة، ربنا يكبر خاطرك أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول، يا رب، بيدعو لك ربنا يحفظك من كل سوء. ربنا يبارك لكم كلكم والصورة وياكم وصلحالكم بارك لكم. الله الله على الدعوات الجميلات يا رب. الله الله اللهم صل على الحبيب. ربنا يحفظكم وكل سوء يا رب، يحفظها وإحنا وجعلها في السعودية دايما، وجعلها جوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يناديها ناديها يا رسول الله، ناديها فضلة الشيخ، ناديها ربنا يصلح لها. طبعا اقرأ بتقرأ ده جامع أحسن منه وتمام فضلة الشيخ، وربنا اللي علمها. لكن بقى رحت كتاب ودروس وكلية وعلوية وفوق الكلية، ولا لو واحد ما بيقعد في البيت ولا أكلنا خد حاجة هتقعد بدل ما وراكش ما بتدرسيش في مدرسة ما بتدرسيش في حاجة، هتمسك الكتاب لا ولا تذكري له، ما كبر الدماغ كبر الجمجم. اللهم صل وسلم يخليك في الدقيق. بيقول خليك مش عارفة بيقولها، احنا المصريين بقى المصريين بيقولوا ايه، كبر الضيق الجو يعني وعلي الضيق. اللهم صل اللهم نورك يا حبيبتي. يعني طول ما انا في الدراسه احضر الجمعه، ما هو الشيخ جنبنا فيه الخطبه خمس دقائق ربع عشر دقائق سبحان الله. الواحد بيقعد بالساعه قبل الكورونا وبكورونا يلا في مصر كنت اروح قبل صلاه الجمعه بقدام كلنا نطلع من الباقي يبقى فسحه. الحمد لله والشكر لله. أنا كنت عاوز أحضر بقى سيرة رسول الله حمزة، سيدنا حمزة، أقعد أفتكر التحضير وأفتكر الحاجة. سيدنا حمزة أسد الله، وأجيب سيرة أولى إعدادي وتاني إعدادي وتالتة إعدادي، وفي السنة وأحضر بقى، ما فيش سيرة في السنة وثلاث سنين،
وكنت أدرس تجويد وأدرس جميع المواد اللي درستها، فقه وتوحيد كله كله، حتى اللي ما كنتش بدرسه في السنة ودرسته في وأنا درست وأنا مدرسة، لأن أنا كنت علم أصلا، خدت مواد الأدب بقيت أدرسها ل... كنت بدرس علم وأدب والمراس، المراس دي بحبه أصلا، حبيب المراس. اللهم صل ربنا يشفيك يا حبيبتي ويصلح لك وبال، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول. كل المواد الشرعية واللي مواد ثقافية برضه، انجليش اند فرنسي اند فرنش اند هند اند باكستاني اند صينا. ما ده حكي، يا رب يصلح حالك وبال، يا رب يصلح حالك. لازم يعني تدريس، الواحد خلصت كلية تدرس في مجال او تتعلم، لكن ولا قاعدة الباب بتعلم اعرفها مسيز حاجات كده، كانت اختي وهي بتقرا صغيرة مني كنت المخ نضيف كنت القط الكلمه كده ومام مسيز مش عارفه ايه كده كلمتين كده يا مدام، ما هي مدام بالفرنساوي ايام مسيز يعني سنك يعني كلمتين كده على الماشي، انا اقول لك ايه. لكن انا غاوي علم، لو غاوي هتعلم اصلا، لكن انا عاوزه ادرس اقعد بقى مسجد الحبيب كده واتمتح كده بروضة الحبيب الهادي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه الحبيب. شفت الانشيد اللي انا قلتها بتاعت صلى الله عليه وسلم، ربنا يصلح حالكم وبالكم. شفت الانشيد اللي بتاعي اللي انا الفته اخر واحد، انا مالفه كتير يا ولد بشار، ربنا يصلح حالك يا استاذ بشار، بشار الاسد لا بشار حافظ القران الحمد لله دائما دائما. يا عمر بتنام؟ لا مش بتنام، عينها انا شايفه عينها مفتحه تلاقيك انت اللي عاوزه تنام اصلا. اللهم صل وسلم، هي بتضحك لك شفتي بنت ضحكتي. اللهم صل وسلم، ربنا يصلح حالكم وبالكم سواء استاذ او استاذ. اللهم صل وسلم وبارك عليك، تحيات لكم القوات المسلحه حرس الحدود، ربنا يحفظهم ويحميهم وينصرهم يا رب وياهم يا رب، انت اللي معاهم وتحفظهم كل سوم فقراصنا، قوات المسلحه فقراصنا يا رب وياهم يا رب، اصلح لهم اهل الحراس كلهم يا رب، ونجحهم في كل سكه يا رب، الحكومه كلها شعبتها منك يا رب، ونجحهم وديهم. انت صحيح يا رب. صحيح ما بناش، ممكن انا انام بقى ما صلي الضحى الساعه 7 8 9 يا رب، اسلم لكم حالكم يا اولاد يا رب، واجعلكم مقبورين وتروحوا منصورين ومستورين يا رب، حفظكم الله حفظكم الله ورعاكم من كل سوء ومكروه يا رب، والله ربنا يصلح حالكم وبال رب العالمين، ربنا يديك الصحه وطول العمر يصلح حالك وبال، والله الجو هنا موت والله موت يا ربنا معاكم ويسترها معاكم ويهون عليكم الجو يخليه يخليها عليكم جنه ان شاء الله يا رب، تحبون الكويت اكيد، امال ايه معناها يا رب، نحب كل الدول لان ربنا اللي خلق وخلق كل شيء يا رب، استرها وياهم يا اللي كان زيكم كلهم يا رب، ربنا بقى قلبنا محسن يا رب، اصلح لهم وبالهم يا رب، ترجعوا منصورين ربنا يبارك لكم، ترجعوا مجبرين الخاطر لاهاليكم وزويكم يا رب، يا رب اصلح لكم وبالكم يا رب، لما كانوا يروحوا العريش والله كده الواحد بيبقى اقول انا كانوا في السلوم، السلوم كان اي حته بعيد ابعد من مصر، مصر مصر الله يصبحكم بالخير، يصبحك كل خير، بيمشوا كم ساعه سبحان الله كم يوم في القطر، تسلم من كل شر يا استاذنا، الحارس فقراصنا واهل الحدود كلها فقراصنا، تحيه طيبه من رب العالمين، حياكم الله واغناكم واعطاكم وفضلكم اللي بتسمعوني يا رب، وتنشروا الكلام تنشروني وانشروا كلام ربني ربنا وياكم يا رب، اصلح حالكم وبالكم انشروك ده وربنا يكبر بخاطركم يا رب، ويديكم حسنات يامي ويهون عليكم كل المصائب ويكش عنكم كل الشر، الله الله على الدعوات الجميله يا رب يا حارس بيسلم عليك اهل الحدود ربنا يبارك ليهم يعني مستقبلكم يبارك ليكم يا اولادي كلكم، روحوا لاهاليكم سالمين غنمين، صباح الريحان والرضا من الرحمن يا رب، يا رب صباح الريحان ورضا الرحمن، صبحكم كل خير وبالصلاه على الحبيب صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك، ساكن عند امك؟ امال ساكن عند ام ابويا طبعا في الرياض،
حبيبتي تمام. كل اي بيت لها هو بيتي، يعني مش هقولها ساكنه عنده ولا ساكنه عندي، كلهم بيوتها، ربنا يصلح لها وبالها وجعلها جره سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يا رب استرها في الدنيا والاخره ويصلح احوال اهل الحدود والحراس، يا ربنا يقبر خاطرهم يا رب، والعباد والبلاد يا رب. الحمد لله والشكر لله، ولا جايبنا السعوديه، هو اللي جايبنا السعوديه يصلح له وباله واستره ويرضى عنه، يبارك له دكتور كمال يقبر خاطره، يبارك له يا رب يصلح له ويرزقه يا رب، يا رب يصلح له وباله ومستر كيم يا رب، الزهور طيبه يا رب، يصلح له حاله يا رب، يرزقك زهوره طيبه حبيبتي يا رب، يا رب ارزقنا يا رب. تنيك عليك بذكر الله والصلاه على رسول الله، عليك بالاستغفار والصلاة على رسول الله، هيديك ربنا وانفك وانفك وانفكم ما رزقناكم سرا وعلنا يا رب، امين يا رب يا رب. وحبيبتك بطت شغل مسجد رسول الله يا رب، اللهم امين يا رب العالمين يا رب، ترضيهم يا رب يا رب، قبل ما العمر ينتهي والصوت يرتفع يا رب، ربنا يكبر خاطرك اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله يا رسول الله، تحية يا رب، تحية مباركة من رب العالمين نبي الله. الحمد لله، بقولك الحمد لله وشكرا يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. مهون عليهم التليفون خلاص هيفصل شاحن، مهون عليهم يا رب يا رب، اصلح لهم وبالهم، اللهم امين يا رب العالمين، وبارك الله فيكم جميعا، وان شاء الله للقاء اخر ان شاء الله. خط كبير، خط كبير مقطع يا رب، سهلهم عارف سلامتي يا رب، اصلح لكم وبالكم يا رب، اللهم انك عفو كريم تحب العفو يا رب العالمين، يا رب استرنا في الدنيا، الله الله على الورد الجميل، يا رب اصلح لكم وبالكم، بارك الله فيكم اجمعين يا رب، الله الله بارك الله فيكم، اللهم استرنا في الدنيا والاخره بسترك الجميل يا رب العالمين، يا حي يا قيوم يا ارحم الراحمين، ارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم استرنا في الدنيا والاخره، وكل من دخل معنا وكل من نشر هذه الفيديوهات يصلح له باله يا رب العالمين، الاستاذ كمال يكبر مشرف العام يصلح له باله، اخواته المسلمين اجمعين واهل الحدود كلها يا رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله.